حدثنا معاذ بن فضاله حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينقص كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرث او ماشيه قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا كلب غنم او حرث او صيد وقال ابو حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد او ماشيه